السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا متابعين قناة تشتغل اونلاين. احنا النهاردة جايبين لكم موقع اسمه تي سبرينج. تي سبرينج ده موقع امريكي بتقدر تبيع عليه اي ديزاين انت عامله، بس يكون الديزاين ده بتاعك، حقوق الطبع بتاعته تبقى بتاعك. ودي حاجة سهلة، انت ممكن تتخلص منها بأي تعديل انت ممكن تقدر تعمله، او ديزاينات جاهزة احنا هنوفرها لك برضو ان انت تبتدي ايه تشتغل بيها وتعدل فيها وترفعها. والديزاينات دي انت بتقول لهم يا جماعة انا عايز ابيعها مثلا كاتشيرتات، انا ممكن اعمل ديزاين وابيعه كاتشيرت، او ابيعه كسويتشيرت كبلوفر، اي حاجة من الحاجات اللي هي المنتجات اللي موجودة عندهم. حريمي ورجال، تقدر تعمل الديزاين اللي انت عايزه، وهو بيقولك اعمل وبيع واقبض كوميشن بكل سهولة. دي كفرات ايفون، كفرات ايفون برضو هتحط عليها الديزاين بتاعك وتبيع. هنا تيشرتات، هنا بناطيل، تقدر تحط اي حاجة وانت ما عندكش اي حاجة. يعني انت ما عندكش المج، ولا عندك كفر التليفون، ولا عندك التيشيرت، ولا عندك اي حاجة من دي. هو الموقع نفسه بيقدر ان هو يوفر لك كل الكلام ده. انت بتعمل الديزاين، هو بيطبعه، يقوم جاي العميل يطلب الاوردر، هو يعمل الشحن ويغلف ويسلم الاوردر ويحصل، وانت ما عليك ان انت بتشوف العداد بتاعك بيعد فلوس كوميشن مش اكتر. والفلوس طبعا احنا عندنا البنوك الالكترونية، وازاي نعمل بنك، حساب بنكي اونلاين على باي بال وعلى بايونير وعلى بيسيرا، وعلى اي مشكلة تقابلكم في الحوار ده انا موجود، ممكن اقدر اساعدكم فيها ان شاء الله. وتعالوا بقى ايه نبتدي نسجل في الموقع تي سبرينج. هنخش هنا على ستارت ديزايننج، بيقول لك لوجين. احنا هنا ما عندناش، فهنعمل ساين اب ونكتب الايميل بتاعنا، اي ايميل احنا عايزينه، والباسورد. هو بيقول لك هنا إشارة المرور، ساين اب، بيقول لك جيت ستارت، وات يو ار لوكينج، انت عايز تعمل ديزاين ايه، كرييت اند سيل تراك ماي، يعني السلعة بتاعتك تعمل لها تراك او تعمل اوردر. احنا هنعمل كرييت اند سيل ونعمل كونتينيو. هو بيقول لك هنا ايه اللي انت حاجة القريبة منك في دول، تسويق ولا تعمل كونتنت كرييتور ولا ديزاينر؟ نختار ديزاينر. تك كونتينيو، نيم يور ستور، هتسمي الستور بتاعك ايه؟ هنسميه مثلا لوكينج ستور مثلا، يعني هنا انت بقى عندك الكنترول بانل بتاعتك، ده هيدر، تقدر تحط الكلام اللي هو هيظهر هنا اهو لوكينج ستور، وتعمل ابلود للصورة بتاعتك، فيرست برودكت، كرييت برودكت. الموضوع مفهوش اي نوع من انواع الصعوبة. شوف انت عايز تعمل ايه، تختار مثلا يعني التيشيرت، عندك هنا حاجات كتير، تيشيرتات، عندك هدوم للكلاب، عندك سامسونج كيس، كفر سامسونج، عندك ليجنز، عندك شرابات، كل اللي انت تقدر تعمله بتعمله،
كل دي ديزاينات شنط، كل حاجة ليها سعر. هنعمل ايه؟ نختار تيشيرت مثلا، يعني ده التيشيرت. ادي المكان اللي بتحط فيه الديزاين بتاعك، تعمل add image or add text. add text يعني انت هتكتب هنا دلوقتي اي حاجة، مثلا هنعمل Egypt 2019 ونحركه كده مثلا ونظبط المقاس بتاعه. ادي مثلا ديزاين، احنا كده عملنا ديزاين. هو هنا بيقول لك فرونت يعني من قدام، باك يعني من الخلف. عايز الديزاين بتاعك يبقى قدام ولا من الخلف؟ تمام. الالوان، عايز هنا الالوان بتاعتك ابيض، تقدر تزود ازرق اورنج، اي الوان عجباك تقدر تحطها وتعمل دن. هنا بيقول لك set your price، لو انت هتعمله بواحد او ب22 دولار، هتاخد على كل واحد 11.5 دولار. طبعا انا ممكن ابيعه ب15، هتاخد 4.5 دولار. ممكن ابيعه ب13، هاخد 2.5 دولار، على حسب بقى انا الاستراتيجية بتاعت التسويق بتاعتي ازاي. انا عامل حسابي ان انا عايز ابيع كتير عشان اكسب قليل ففي العدد يلم معايا، او ان انا مش عايز ابيع كتير وعايز ابيع قليل وابيعه ب25 دولار واكسب في الواحد 15 دولار تقريبا. تمام. عندك هنا دي في اليورو لو في الاتحاد الاوروبي، وهنا لو في امريكا، لو في امريكا هتبيعه بكام ولو في الاتحاد الاوروبي هتبيعه بكام. فانت بتختار على حسب ما قلنا انت عايز ايه. ريفيو، هو بيعمل لك ريفيو هنا للديزاين. ادي شكل التيشيرت بتاعك والديزاين بتاعك. طبعا بتتابع، ممكن تعمل كلمات بس كده تكست ديزاينات، وممكن تجيب صورة. بتتابع على جوجل، بتجيب الاحداث اللي هي في امريكا، زي مثلا مناسبة ترامب. مثلا ترامب هينزل الانتخابات اللي جاية والانتخابات الامريكية قربت، ممكن نعمل اي ديزاينات لترامب، مع ترامب، ضد ترامب، اي حاجة، وتبتدي تشتغل على النيتش ده الايام اللي جايه، هيجيب فلوس. نيو يير، النيو يير برضه تبتدي تعمل ديزاين للنيو يير وتبتدي تشتغل على النيو يير، على يعني راس السنه الجديده. تشوف الاعياد بقى والحاجات اللي هي بتحصل في امريكا وتبتدي تارجتها، وتخش على الفيسبوك تجيب الجروبس بتاعت التيشيرتات، وبرضه تشير اللينك بتاع التيشيرت بتاعك في الجروبات عشان هو يبتدي الزبون الامريكي يشوفه او الزبون الاوروبي يشوفه. انت دلوقتي معاك ماركتين، ماركت امريكا والاتحاد الاوروبي. هو دلوقتي بيسعر لك هنا لامريكا يو اس، وهنا وسعر لك للاتحاد الاوروبي، وبيعاملك باليورو. فانت برضو بتاخد كوميشن باليورو وبتاخد كوميشن بالدولار. هنا عندك كونتين، ده الديزاين. عايز تعمل بقى هنا، تعملت الرجالي، ممكن تعمل حريمي، ممكن تعمله تيشيرت كات، ممكن تعمله سويت شيرت، ممكن تعمله تيشيرت نص، تيشيرت كوم، ليجن، شراب. شوف انت حابب ايه. عندك هنا الاكسسوارات، ممكن تعمله على شنطة، ممكن تعمله على ايفون كفر، ممكن تعمله على مج ستيكر. الموضوع مفهوش اي صعوبة. بادج كفر موبايل سامسونج، مفهوش اي صعوبة، وكل حاجة لها سعر. وهو بيكتب لك انت هتاخد بروفيت كام لو حصلت عملية بيع. تمام. هنعمل كونتينيو، هتكتب اسم التيشيرت، ايجيبت تيشيرت، ايجيبت 2019
تيشيرت، تكتب طبعا هنا ديسكريبشن وهنا العنوان، ديسكريبشن حاجة عن التيشيرت بتاعك تكون انترستنج للناس اللي هتشتريه. طبعا الكلام ده كله سهل، ممكن تكتبه بالعربي في جوجل ترانسليت وترجمه انجليزي وتحطه. مش هي دي المشكلة، المشكلة ان انت تجيب زبون للمنتج بتاعك. يعني احنا دلوقتي هنعمل ديزاين ووريدي الويب سايت معروف، والويب سايت بيخشه ناس كتير، فطبعا الحاجات ده هو مديك لينك، مديك لينك عشان تكمل، عشان تكمل عليه تبتدي تبيع عليه. وهنا التيشيرت بتاعك فرونت من قدام، وهنا عندك اسم الستور بتاعك، هنعمل بابليش او دلوقتي بيعمل جنريت، بيجهز الديزاين وبيجهز الستور اللي انت حاطط عليه اهو، لوكينج ستور ايجيبت تيشيرت، وادي الديزاين بتاعك، وادي الشيبنج الشحن انفورميشن معلومات الشحن، وادي كل حاجة عن الشحن، وهنا الكامبين اي دي، وهنا لو انت عايز تعمل شير في الفيس او عايز تعمل شير في التويتر، وادي الديزاين بتاعك اللي احنا عملناه سوا دلوقتي، وبقى عندك ستور وبقى عندك لينك تقدر تشيره من غير ما يكون عندك منتج، من غير ما يكون عندك ويب سايت، من غير ما يكون عندك دومين، من غير ما يكون عندك اي حاجة. دلوقتي انت اشتغلت عملت ديزاين وسوقته وتكسب منه زي ما انت شفت بعينيك، انت بتحدد الكوميشن اللي انت عايزه. تمام، في زي تي سبرينج كذا كذا موقع، عندك هنا مثلا ده موقع اسمه تي بابليك، تي بابليك برضو في حاجات كتير عنده، كل الحاجات دي تيشرتات وترينج، وعنده تيشرتات بكم وتيشرتات كات وحاجات اطفال، وعنده حاجات للبيت. انت بقى بتخش هنا على ديزاينر ساين اب، طبعا كل دي حاجات انت تقدر تشتغل عليها. ده ويب سايت امريكي برضو تقدر تشتغل عليه وتحقق منه فلوس، بمجرد ان انت عملت اكاونت ديزاينر ساين اب زي اللي احنا لسه عاملينه، هتحط الايميل بتاعك وكرييت ان اكاونت هتبعت لهم، او هتخش بالفيسبوك بتاعك وتسجل عندهم، وهو بيقول لك كواليتي ايرن ماني اتس ايزي. يعني انت هم بقالهم 15 سنة، بيقولوا بقالهم 15 سنة اكسبيرينس، عندهم هاي كواليتي برودكت، هنا بيقول لك ايرن ماني كولكت هاي ايرنينج، عنده مليون فيزيتور، ملايين الزوار حول العالم. طبعا انت هنا بتقدر تسجل، وعنده هنا بيقول لك $20 للتيشيرت، يعني تقدر تاخد كوميشن $20، بتعمل اكاونت عليه برضو، وبتقدر تطبع تحط الحاجة بتاعتك، وهو بيعمل كل الخدمات ديليفري وبيكيس الحاجة ويوديها ومفيش اي مشاكل. ده موقع تاني امريكي اسمه سبريد شيرت، سبريد شيرت ده بتقدر برضو تعمل عليه ستارت ديزاين ناو، برضو في امريكا. فانت ان انت تلاقي كذا مكان تشتغل فيه وتحط الديزاينات بتاعتك، برضو نفس الكلام، كرييت تعمل تشوز برودكت، تعمل الديزاين بتاعك، تعمل اكاونت عليه والناس شغالة عليه وبتعمل فلوس. عندك تي شيب برضو بتعمل اكاونت عليه، بص كل الحاجات دي بتقدر ان انت تبيعها وتشتريها وتكسب، تكسب منها كوميشن حلو. يعني سيل اون تي شيب وتقوم جاي مسجل فيه برضو، كرييت
اند سيل كاستم، تعمل الاكونت بتاعك عليه وتحط المنتجات بتاعتك، وهو بيعمل الشحن وهو بيعمل كل حاجة، كل حاجة عنده. فانت من السهل ان انت تعمل فلوس. ده حاجة اسمها تي شيرت. تي شيرت ده الدومين بتاعه، عشان الفيديو مداري عليه، الدومين بتاعه هحطهولكم تحت اسفل الفيديو تقدروا تشوفوه، او انا ممكن اقولكم عليه دلوقتي. اسمه tshirt21.com، tshirt21.com، وانا هحطهولكم برضو في ايه اسفل الفيديو. هو بيقولك هنا amazing commission 25% افليت و15%، وعنده 45 يوم ريفيلر برايد. يعني الكلام ده معناه ان انت حضرتك هتعمل جيت ستارت، تعمل اكونت تبيع عليه تيشيرتات الديزاينات، تمام، وهو عليه ديزاينات تانية. حضرتك برضو بتقدر تاخد الحاجات دي وتسوقها. لو دخلت عميل على الويب سايت بيقعد 45 يوم، لو اشترى في اي وقت في 45 يوم حضرتك بتاخد عليه كوميشن حوالي 25% من تمن الارباح، تمام. هو لو انت هتحط الديزاين طبعا بتحدد السعر بتاع البيع والسعر بتاع الكوميشن اللي انت هتاخده، تمام. انت هنا هو بيقول لك ان الكوميشن عنده 15% على الديزاين بتاعك، وعنده اوتو كامبين ايميل، تقدر تبعت ايميلات للناس اللي هي سبسكرايب عندك في الستور بتاعك، او الناس اللي انت قدرت ان انت تدخلها عن طريقك للويب سايت ده، وتعمل كل الاستاتيك وتشوف كل حاجة، انت ارباحك قد ايه، ايه التيشيرتات اللي انت بتقدر تبيعها، او الديزاينات اللي انت بتكسب من وراها كويس. يعني كله هنا اوتوماتيك على الويب سايت ده، وبيقول لك كرييت وشير اعمل كوميشن. الموضوع اسهل من ان انت تستصعب تشتغل اونلاين. الشغل اونلاين دلوقتي بقى اسهل من الاول. وبيقول لك هنا ملابس رجالي وملابس حريمي وملابس اطفالي ومجات وطواقي كبات والكفر بتاع التليفونات، ساين اب وما تترددش، تكتب كل حاجة، الاسم والايميل والويب سايت وكل حاجة بتكتبها بتسجلها واجري، وهو بيرد عليك بعدها على الايميل، وبتقدر تخش وتبيع وتسجل كل حاجة انت عايزها وتربح وتربح. واحنا ان شاء الله ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية هنجيب لك حاجات تسهل لك الموضوع ده خالص. يعني لو تابعتنا في فيديوهات فيها برامج مثلا، ممكن تشتري حاجة ب 200 جنيه، الحاجة ب 200 جنيه دي مدى الحياة، بتقدر تخش تجيب كل الريزرت بتاعت تي سبرينج مثلا بتاعت الويب سايت ده، يجيب لك ايه التوب ريت وايه الناس اشترت قد ايه، والديزاين ده عامل كام النهارده وبايع قد ايه، والناس اللي دخلته منين. تقدر ان انت تبني على النتائج اللي انت جبتها حاجات تحط انت الديزاين ساعتها. يعني انت لقيت حاجة شغالة وموجودة خلاص، هو النيتش ده او الكلمة دي شغالة دلوقتي في امريكا او في الاتحاد الاوروبي، عليها اقبال، اعمل انا حاجة. يعني مش هي، لان طبعا في حاجات هتبقى براندات، فما ينفعش ان انا اخدها واعملها هي. يعني ايه هي، لازم اعدل فيها ولازم احط فيها اضافة، عشان لما احط ديزاين حقوق الطبع والنشر ما تقوليش ان ده غلط، والحاجة دي مسروقة او الحاجة دي مش بتاعتك. فانت لازم تخلي بالك من الحاجة دي. وكل ما انت بتعمل عميل، يعني انت طبعا في عميل بيخش ويشتري، فانت اوريدي معاك الداتا بتاعته على الويب سايت اللي احنا يعني قلنا عليه اخر واحد، اللي هو تي شيرت 21 دوت كوم. ده بيجيب لك كل النتائج، الناس اللي دخلت عليك، بتقدر ان انت تبعت لهم ايميلات تفكرهم، او تبعت لهم الديزاينات الجديدة على الميل. هو انت بتحدد الناس اللي هي اشترت، هو بيقفش لك الايميل، الايميل بتاعه انت بتبعته له، بتبعت له ايميل بالديزاينات الجديدة، كل ديزاين تحطه بتبعت. فانت ان انت تقعد تنبه في العملاء وتكسب من ورا الموقع ده، دي حاجة سهلة مش صعبة، بس هو الموضوع عايز تركيز وعايز صبر
ولو اديت له من وقتك كل يوم ساعتين ثلاثة جنب شغلك اللي انت فيه دلوقتي، او لو انت فاضي واديت له ساعتين ثلاثة من يومك، او لو انت رب اسرة وعايز تزود دخلك ممكن تشتغل عليه، لو انت قاعدة فاضية في البيت ومش لاقي حاجة تعمليها ممكن تضيعي وقت في الموضوع ده وهتكسبي فلوس، وهتعملي اقل حاجة من الاونلاين 500 دولار كل شهر. محدش يدور على الكليكة باتنين سنت والشغل اللي هو ملوش مستقبل. احنا القناة بتاعتنا اسمها اشتغل اونلاين، يعني دي وظيفة اونلاين. حضرتك هتشتغل اونلاين، هتنتج، عندك مواعيد شغل. لو نظمت يومك وعملت مواعيد شغل وعملت حاجات حياتك، تروح الجيم امتى، او تتمشى امتى، او تخرج مع اصحابك امتى، او تشتغل امتى، وتصحى امتى، وتنام امتى، حياتك هتختلف خالص. فأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأشوفكم في فيديو جديد مع قناتكم اشتغل أونلاين. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب ولايك للقناة بتاعتنا عشان نقدر نوصل لناس أكتر، ونقدر نساعد الناس كلها إن شاء الله، والناس كلها تقدر تحقق حلمها. بدل ما كل الناس عايزة تسافر وكل الناس عايزة تمشي، ممكن تشتغل من أي حتة في العالم وتغير حياتك. ابدأ دلوقتي على طول وركز في الموضوع بجد، لأن انت لو ما غيرتش حياتك بإيدك محدش هيجي يحركك ويغير لك حياتك. والسلام عليكم ورحمة الله.